عايز انوه واقول لحضراتكم، لو اي حد في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه عنده مشكله عايزنا اجيله بكاميرا البرنامج هجيله، بس بشرط تكون مشكله عامه تهم ناس كتيره، زي ما نزلنا النهارده على الاتوبيس النهر وغيره، هتلاقينه كل يوم وسطيكم في الشارع. وعايز اذكركم ايضا ان بكره السيد وزير التخطيط دكتور اشرف العربي هيكون معايا هنا في لقاء مهم جدا، هنتكلم فيه عن كل حاجه تتعلق بمحور قناه السويس، اللي الشباب اللي عايز يشتغل فيه هذه المشروع ازاي، والشركات اللي عايزه تقدم. خلينا نجدد التحيه بالاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود، استاذ امراض حساسيه الصدر بطب قصر العيني، ومعايا زينب من حلوان. استاذه زينب اتفضلي. الو. ايوه مساء الخير. عبد الفتاح يا فندم من الهرم. طيب مشيها. ايه مين؟ عبد الفتاح. عبد الفتاح من الهرم. معلش محمد العيب على السمع. ماشي اتفضل حضرتك يا دكتور. اهلا بيك عبد الفتاح. يا دكتور موضوع جيوب انفيه، دكتور لما الواحد بيجي له جيوب انفيه والموضوع ملوش علاج، رحت لكذا دكتور وبعد كده بعد ما الجيوب انفيه يجي لي الدور، بيجي لي دور البرد، الموضوع بيقلب على جيوب انفيه وبعد كده حساسيه على صدري. تمام. فطبعا صدري بيحصل فيه ان هو يحصل فيه الحديد زي ما حضرتك بتقول كده، لكن ما بيبقاش عندي موضوع الضيق في التنفس، لكن بيحصل فيه حديد فعلا. تمام. طبعا بص يا فتاح، احنا خلينا نتكلم ان احنا الجيوب الانفيه والصدر واسمه الجهاز التنفسي، سواء الجهاز الجيوب الانفيه اسمها جيوب الجهاز التنفسي العلوي، والصدر والجهاز التنفسي السفلي. متوقع طبعا ان احنا كان عندنا حساسيه في الجهاز التنفسي العلوي، ان معظم الحالات بيبقى معاها حساسيه صدر، ونتفق ان اكتر حاجه تهيج حساسيه الصدر او تنشطها هو الالتهابات. كويس. واذا كان الالتهاب في الجار اللي هو الجيوب الانفيه بما تشمل بنزول افرازات خلف الانف وتنزع الصدر فتهيج صدرين. اهم حاجه بالنسبه لمريض الجيوب الانفيه ان احنا بنقول له ان نظافه الانف المستمر، سواء كنا زي ما كنا بنعمل زمان بميه ملح او بقت في محاليل موجوده دلوقتي في الصدريات لنظافه الجيوب الانفيه. الخطوه الثانيه ان ادوار البرد ما تجيلناش. فمريض الجيوب الانفيه هم المرضى اللي احنا بنقول لهم ان مصل الانفلونزا بناخده سنويا. كويس. وان اول ما تبدا تظهر عليه اعراض الجيوب الانفيه سواء من زياده الافرازات او العطس يبدا يرجع تاني يلتزم بالعلاج عن طريق الكورتيزون بالموضع للانف بصفه يرجع لها على طول عشان يحمي صدره من النهجان والازيز، لان لو استمرنا لمرحله ان حدوث نهجان وازيز هنرجع تاني لمرحله ان احنا نستخدم البخاخ بتاع الصدر بصفه مستمر. ناخد زينب من حلوان. الو. ايوه. الو. السلام عليكم. الله يسعدك. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله، معاك دكتور حسام. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا مدام زينب، ازي حضرتك؟ والله انا بس ابني عنده 10 سنين وهو عنده حساسيه صدري من 3 سنين. عنده حساسيه من 3 سنين. من 3 سنين. تمام. ملاحظه ان هو عنده حساسيه في الجلد كمان، رجليه على طول ملتهبه وفيها التهابات على طول وقرش. تمام. حتى لو ما عندوش الازمه او ما عنده بياخد علاج مستمر هو على علاج. تمام. فهل ده ليه علاقه بده؟ طبعا. الحساسية هو مرض يصيب جهاز مناعة الجسم، يعني هو خلل في الجهاز المناعي في جهاز المناعة الجسم في جسم الإنسان. ومن لو بس دايما بنقول المريض اللي عنده كذا عضو هو نسبة كذا عضو مصاب بالحساسية بالحساسية. نعم. يعني خلينا نقول إن الحساسية بتصيب أربع أعضاء. الأنف، العين، الجلد، الصدر. ولو احنا لاحظنا هم دي الأعضاء اللي ليها تعامل مع المجتمع الخارجي مع الأتموسفير عموما. كويس. لكن دايما بنقول المريض اللي عنده حساسيه في كذا اصابه هو ده اللي عنده، ودايما بنبقى بالمريض اللي عنده تاريخ عائلي قوي للحساسيه. هو ده اللي المريض اللي نسبه شفائه بتبقى عاليه باذن الله. كويس. زي ما قلنا بنعمل تحاليل اللي هي نسبه الاجسام المضاده للحساسيه، لو طلعت عاليه بيعمل اختبار الاسباب وبنعرف السبب اللي عنده الحساسيه، سواء السبب ده نقدر نبعد عنه او ناخد المضاد ليه، المصل بتاعه المضاد ليه. فده ان شاء الله مدام زينب لو عملنا تحليل نسبه الاجسام المضاده ونشوفها، لو طلعت عاليه بنعمل اختبار وبنخف ان شاء الله. سلوى من القاهره. سلوى اتفضلي. طيب دلوقتي انا مر عليا كل الدكتور بيقوله، سواء كان الساده الشعبيه او ال 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 الرب الشعبي، وبتعالج. بس عندي مشكله، هو المجهود اول ما اعمل
يعني امشي يعني مش عايز اقول بسرعه لان ما بقدرش بسرعه. لو عملت مجهود بدني زائد مستعجله شويه نهجان فظيع او التوتر نهجان فظيع، الاثنين بيعملوا لي مشكله جامده جدا. يعني طبعا ربنا يكون في عونك يا كابتن سلوى. خلينا نتكلم ان انت يعني نورت لنا حته مهمه كنا عايزين نلقي الضوء عليها اللي هي التوتر النفسي. زمان كنا بنقول ان التوتر النفسي دي حاجه نفسيه ان المريض يحس معاه بضيق في التنفس، لكن لا، اكتشفنا ان التوتر النفسي بينشط عصب الجسم اسمه عصب الحائر، ومجرد ان العصب الحائر يزيد نشاطه يعمل ضيق في الشعب كده على طول. كويس، وانا قاعد توترت هتحس بضيق في الشعب، ام العصب الحائر ده يجي يبوظ لي واحنا كلنا متوترين فكلنا عندنا ضيق في الشعب. كويس، فلازم ان احنا نحاول ان احنا نتعامل مع التوتر، لان لو احنا ما قدرناش نتعامل مع التوتر هنضطر ان احنا نستخدم ادويه بصفه مستمره وازماتنا تبقى متكرره. بالنسبه لحضرتك المجهود المجهود طبعا لازم ان احنا بدل احنا مجهود عندنا بيؤدي الى ضيق في التنفس، يبقى استمرارنا على علاج طويل المدى يكون بصفه مستمره يا مدام سلوى. يعني فلازم يكون علاجنا عن طريق الاستنشاء طويل المدى هيؤدي الى سيطره على الاعراض. خلينا بس نتكلم على نقطه مهمه مدام سلوى، مفيش حاجه اسمها ربو دلوقتي. يعني الكلمه دي احنا بلاش نحب نستخدمها. امال اسمها ايه؟ هي اسمها حساسيه شعب. حساسيه شعب، وتغيير ده عشان نلغي العامل النفسي عند المريض ان هو مريض ربو، يبقى هو اصبح لا يمكن الشفاء منه. لا، المرض يمكن السيطره عليه سيطره تامه لدرجه ان انت تعيش حياتك بصوره طبيعيه، سواء في المجهود سواء في التوتر. دي بأدوية بقت متوفرة في كل الأماكن وسهلة. يعني أنت عايزة تقلل التوتر النفسي وفيما يتعلق بالمجهود تاخد دواء بصفة مستمرة بس بصورة طويلة المدى عن طريق استنشاء. طيب خالد من القاهرة. خير يا دكتور. مساء النور يا خالد. بقول لحضرتك أنا مريض أنف جيوب أنفية. تمام. أو مش جيوب، غضاريف من كتر الحساسية بتقفل معايا المناخير. تمام. شغلي فيه كيماويات كتيرة قوي، والكيماويات بتأثر طبعا، ومع التدخين وكده بطلت تدخين لمدة 10 سنين وخدت مصل حساسية. تمام. حسنت، بس تقريبا هو ليه اكسبايري يعني تايم 5-6 سنين لازم يتجدد. بالظبط. ما اعرفش هل الحساسية بتاعت المناخير لازم عملية وكي، ولا ممكن بالعلاج الموضعي والبخاخات؟ خلينا نقول ان برضو هنا هنرجع لحاجتين، هل هي وصلت ان الغضاريف دي وصلت انها سد مجرى الهواء؟ سد مجرى الهواء وبضطر اخد بخاخات وكورتيزون وحاجات زي كده. يبقى الاول هنرجع لاستشاره الانف والاذن، وهي سد اكتر من 70% من مجرى الهواء، بنعمل عمليه ونكمل بعد كده بالاستنشاء عشان ما نسمحش ان ده يحصل تاني. بس الكي بيرجع تاني يا دكتور. ما هو ترجع تاني يا خالد، نقول لك ان العمليه عشان نسمح بمجرى الهواء، ثم العلاج عن طريق الاستنشاء عشان دي ما تزيدش تاني في حجم. ارجع للمصل تاني يا دكتور. المصل المفروض ان هو بيتكرر كل 5 سنين يا خالد. كل 5 سنين. شكرا يا دكتور. العفو. دكتور حسام، ما تيجي تقعد مع حد على القهوه بيشيش، فبتشيش ليه؟ يقول لك احمد ربنا ان انا ما بدخنش، الشيشه ارحم من السجاير. الكلام ده علمي؟ الكلمه دي ممكن تصيبني بازمه قلبيه حاده دلوقتي. لا، ما احنا بنصحى للناس او تؤدي لي لتوتر فاضطر ان انا يحصل لي ضيق في الشعب. خلينا نتكلم الاول على فكره التدخين سواء سجاير او شيشه. لان احنا برضو كتير قوي بيقول لك العكس، الحمد لله ده انا بشرب سيجاره خفيفه. ده انا الحمد لله ما بشربش غير 5-6 سجاير في اليوم. كلمة مدخن يعني بيشرب سيجارة في اليوم، ده في عرف الطب لمدة عام، يبقى ده مدخن. كل من يشرب سيجارة واحدة في اليوم لمدة عام ده مدخن. مدخن. اللي بيشرب حجر شيشة، حجر الشيشة من 20-40 سيجارة. حجر الشيشة الواحد من 20-40 سيجارة. أنا مش هتكلم على المدار الصحية بإن الشيشة. أنت كده هتخلي كل القهاوي يقلبوا المحطة دلوقتي، يقول لك الراجل ده هيقطع. بس التدخين حلو. طيب كويس. حجر الشيشة يوازي علبة أو علبتين؟ من علبة لعلبتين على حسب نوعية. يعني اللي ضريب 7 حجارة وهو قاعد ده ما شاء الله، ده بيشرب شركة يعني. تدخين كاملة. فخلينا نقول إن هو اللي بيشرب سيجارة في اليوم لمدة عام ده مدخن. اللي بيشرب حجر شيشة ده من 20-40 سيجارة. طب خلينا نقول إن في واحد يجي يقول لك العكس، ده أنا والدي رحمة الله عليه كان بيشرب علبتين وما حصلوش حاجة. التدخين تأثيره يعتمد على القابلية الوراثية للفرد المدخن. يعني في واحد السيجارة فيها 3400 مكون كيميائي، حوالي 60% منهم مسرطن، لكن كلهم بصورة غير فعالة، تحتاج لوجود انزيمات داخل الجسم لتنشيطها من صورة غير فعالة لفعالة. ده مين يحدد من فرد لفرد دي قابليته الوراثية وتكوينه الوراثي واستعداده الوراثي. هكمل معاك السجاير دي، بس اخد شريف من البحيرة وبعده محمد من القاهرة. فضل يا استاذ شريف. يا شباب
شريف من البحيره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شريف؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الو، اهلا بيك يا شريف. يا دكتور اهلا بيك. دكتور حسام اهلا بيك يا شريف، اتفضل. انا عندي حرقان جامد في ام المعده بيه. تمام، طيب معاك يا شريف، اتفضل. و لو وصيت عايز اجيب البصل كده من حنكي. تمام. رحت من فتره نكشف عند الدكتور، قال لي انت دخلني الدوام، قال لي عندك المراره ومش عندك المراره. تمام. طبعا خلينا نتكلم زي ما كنت بتكلم مع حضرتك استاذ محمد على حموضه المعده وارتجاع المريء. وان حموضه المعده وارتجاع المريء هو اكتر عامل ينشط حساسيه. لو في بعض الاحيان بيؤدي اعراض مشابهه للحساسيه وما يبقاش مريض عنده حساسيه. وارتجاع المعده وارتجاع الحمض المعدي والتهاب جدار المعده يساوي حاجتين: عادات غذائيه غير صحيحه، تدخين، توتر. كويس؟ لان الناس فاكر ان التدخين بيأثر بس على الجهاز التنفسي. التدخين يؤثر على كل اعضاء الجسم حتى الجلد. يعني دايما لما بتجي لنا واحده ست بنقول لها خدي بالك ان التدخين يؤدي الى زياده في كرمشه الجلد وتكسير في الجلد. انت بترعبها كده تقول لك ادي ام السيجاره. دي حقيقه، دي حقائق علميه. طيب اللي عنده حموضه استاذ، يبقى لازم حاجات. اولا لو كان مدخن يقلع عن التدخين. طيب العادات الغذائيه يبعد عن الحاجات الحمضيه. الناس فاكره ان العادات الغذائيه سيئه يعني بياكل فاست فود، لا. يعني الشاي والقهوه عادات تزود حموضه المعده. المواد الحريفه زي الفلفل، الشطه، والخل، والليمون، الاكل والنوم. بعد الاكل والنوم يؤدي طبعا الى زياده حموضه المعده. التوتر النفسي يؤدي لزياده حموضه المعده. وكل دول يؤدوا لو كان مريض حساسيه لنشاط حساسيه. وفي بعض الاحيان ما بقاش مريض حساسيه ويقوم يقول لك انا بقوم بالليل بشرقه وكتمه في النفس وكحه بشعه. ده مش مريض حساسيه بس ارتجاع حمض معدي. ارتجاع حمض معدي. محمد من القاهره وبعديها منال من الجيزه. اتفضل يا ابو حميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي، اتفضلي يا ام محمد. استاذ محمد بس هنوجه سؤال للدكتور. يا اهلا بيك يا محمد. 16 سنه. تمام. ايوه. من 3 شهور بيعاني من كحه بلغم، بس كحه يقول كان شيء محشور في الرئه وعايز يطلعه. يعني راح لكذا دكتور وقال عنده حساسيه على الصدر وعطى له ادويه ومضادات حيويه ومفيش اي علاج نافع معاه. تمام. خلينا نقول كمان طلب ثاني يا استاذ محمد، بس عايزين عنوان. عايزين عنوان الدكتور. ما ينفعش انا كده بعمل دعايه. كويس ان انا بجيب الدكتور لحد هنا، والدكاتره اللي بيجوا دول ما شاء الله يعني الفيزيت عاليه. بس يعني يلا احنا تحت امر القناه سي بي سي يا استاذ محمد. الله يخليك، احنا تحت امر المشاهدين الكرام. طيب بالنسبه لمحمد، طبعا هو محمد عنده 16 سنه وبيعاني من كحه من 3 شهور. دايما لما مريض بيجي لك من كحه بنسال على 3 حاجات: تاريخ مرضي للحساسيه، مدخن ولا لا، اخبار الانف ايه، اخبار المعده ايه، هل بياخد ادويه ضغط ولا لا. كويس. عشان نشخص وجود حساسيه ولا لا، مش مجرد كحه وبلغم زي ما قلنا. اعراض: هل في نهجان مع المجهود، هل في ازيز في الصدر، هل الكحه بتقلق نومه ولا لا. كل دي كنا اسئله محتاجين احنا نسالها لام محمد. هل هو في ارتجاع حمض معدي، هل في افرازات خلف الانف ولا لا. كويس، يبقى تنصحها كده تروح الاستشاري. ده لازم تشوف حد فما عشان يحس القصة. منال من الجيزه. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا دكتور. مساء النور. يا اهلا وسهلا. لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي يا منال. هو انا عندي سؤالين حضرتك يا دكتور. اتفضلي. اول واحد، انا عندي يعني جيوب انفيه بس مش مزمنه، وبعدين بيتعمل زي بيجي لي زي مخاط ابيض شفاف بيبقى متعلق بين الانف والزور، وبفضل اعمل صوت زي اكني مدخنه، بس انا اساسا مش مدخنه، بس بابايا كان هيفي سموكر فقالوا لي ان انا عندي حساسيه من الشيء ده. تمام. المشكله بقى يا دكتور ان انا لما ببلع المخاط دوت، هو مش بلغم، هو مخاط ابيض كده، فبيدخل في معدتي فبيسبب لي مشكله ان انا افضل اكح لحد ما ارجعه. تمام. فطبعا بيعمل لي الام، وبعدين بحس ان هو في صدره وفي المعده في نفس الوقت. تمام. طيب خلينا ناخد الاجابه، ولا في سؤال تاني؟ في سؤال تاني يا منال؟ تمام. طبعا قصه منال هنا محتاجه فحص قوي، لان هي ممكن تكون الاعراض اساسا معده. يعني ممكن من اعراض ارتجاع الحمض المعدي بصوره ضعيفه ان يبقى في افرازات في المنطقه اللي بين الانف او في الحلق، والافرازات دي بتبقى بيضه وتحس انها مشرقه وكحوي، او يكون العكس
في حساسيه في الانف وفي افرازات خلف الانف، وافرازات خلف الانف دي تخليها عندها ميل للقيء كويس. فاحنا في الحاله زي دي لو احنا الفحص مش قوي بنديها حاجات لارتجاع حمض المعدي. طيب ايه احدث علاجات وحضرتك بتسافر وتحضر مؤتمرات خارجيه بره، ايه احدث صيحات العلاج لمرضى الحساسيه الصدر؟ خلينا نقول ان العالم كله بيلجا دلوقتي، مفيش حاجه حديثه، لكن في حاجه في ان ازاي العيان يقدر ياخد علاجه ويلتزم بالعلاج. فكان كل العلاج بتاعنا بيشمل اللي هو اولا العلاج عن طريق الاستنشاء، هو ده اساس علاج الحساسيه. الاستنشاء البخاخات، سواء كانت البخاخه التقليديه اللي المريض بيلجأ منها او عن طريق كبسولات يشفطها. نعم. بدا الاحدث دلوقتي ان العيان كان بيستخدم البخاخه التقليديه 3-4 مرات. نعم. بدات تبقى عن طريق كبسوله يشفطها مرتين. نعم. بدا نتكلم دلوقتي في العلاج طويل المدى يشتغل 24 ساعه. فالاحدث طرق العلاج دلوقتي بتتكلم على مده العلاج. مده العلاج. اخد ايه من اسكندريه. ايه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمي محمد، ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي يا ايه. اتفضلي يا ايه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ايه، اهلا وسهلا. انا خشمي مناخيري مقفوله على طول، مش بقدر اخد نفسي. تمام. انت عندك كام سنه يا ايه؟ عندي 11 سنه. 11 سنه، الله يشفيك. سلامتك يا حبيبه قلبي. انت تعبانه من حكايه الانف دي بقالها كام سنه يا ايه؟ كتير يعني، بقالي كتير. انت عمرك كله يا بنتي 11 سنه. انا ضحكت كتير. ها؟ ربنا يشفيك يا ايه. طبعا في عطس يا ايه؟ نعم. في عطس؟ في عطس متكرر. كويس. الافرازات اللي بتنزل من الانف لونها ايه يا ايه؟ نعم. افرازات الانف لونها ايه؟ اللي بينزل من مناخيرك لونه ايه يا حبيبه قلبي؟ خضرا. 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 طيب. طيب. كويس قوي ايه ان احنا قلنا الكلام ده، لان برضه هنا هنتكلم في لون الافرازات. طول ما لون الافرازات بيضة احنا ما بنعالجش التهاب. ده بتبقى فعلا حساسيه، ودي هو اللي بنشاط الحساسيه. بدل ما لون الافرازات بقت اصفر او اخضر بقى فيه التهاب بكتيري، والالتهاب البكتيري ده لازم يتعالج لان هو ده بيهيج الحساسيه عندنا. نعم. فيبقى بدل فيه افرازات خضراء لازم نعمل مزرعه للافرازات دي عشان نعرف نوع المضاد الحيوي اللي يناسبها، اللي على اساسها ناخد مضاد حيوي مع العلاج الموضعي للانف هتخف خلاص ويبقى مسيطر عليه. لكن لو احنا اعتمدنا ان احنا نعالج حساسيه بس من غير ما نعالج الالتهاب اللي بينشط الحساسيه، مش هيبقى العلاج كامل وهي مش هتتحسن. يبقى هي عايزه تعمل مزرعه للافرازات بتاعت الانف. طيب اخد مي من مدينه نصر. مي. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كنت عايزه اسال دكتور حسام. اتفضلي يا مي. هو انا بابايا بقاله كذا سنه عنده حساسيه صدر. مدخن يا مي؟ نعم. مدخن؟ ووالدك مدخن؟ لا مش مدخن، مش مدخن خالص. مش مدخن. عنده بقاله كام سنه عنده حساسيه يا مي؟ يعني مثلا 7-8 سنين. هو عنده كام سنه ربنا يديله الصحه؟ 55. 55 سنه. تمام. وراح عند كذا دكتور وكتب له على بخاخات كتيره. تمام. اخرها اللي هي بيبقى فيها البرشام اللي هو بيتكسر. تمام. النوعين مع بعض. الدكتور يعني تمام. ادويه بتتبلع واللي هو البخاخه دي اللي هي الدواء بيتكسر. تمام. واخر حاجه قال له على في جهاز بقى يتجاب لي في البيت، جهاز استنشاق. تمام. فانا كنت عايز اعرف يعني هو ده هيبقى حل هيساعده يعني حل اخير يعني، ولا هو المفروض؟ بص يا مي، خلينا نتكلم ان العلاج عن طريق الاستنشاء هو نوعين، سواء عن طريق الاجهزه الكبسولات اللي بتتشفط او عن طريق الجهاز الكهربائي. الجهاز الكهربائي لا يضيف كثيرا عن الكبسولات اللي بتتشفط، احنا بنستخدمه في المستشفيات عشان في مريض الازمات اللي هو مش قادر ان ينظم نفسه عشان يقدر يشفط. لكن بدل والدك بيقدر يشفط كويس وما يحصلش ازمات متكرره، يبقى الكبسولات اللي هي بتشفط او بتتكسر زي ما انت قلتي تساوي نفس قوه الجهاز، مش محتاجين جهاز. يبقى كده ما تجيبيش الجهاز. دكتور محمد من اسكندريه. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا محمد، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا والله حضرتك سؤالين. اول سؤال علاقه التدخين بارتفاع ضغط الدم. تمام. نمره 2 افضل وسيله للاقلاع عن السجاير التدخين. شكرا كده دكتور. ميرسي جدا يا محمد. ميرسي يا دكتور. زي ما كنت بتكلم مع استاذ محمد بقول ان التدخين بيأثر في كل الجسم حتى العقم عند الرجال.
يعني اذا كنا خوفنا الستات ها بان هو بيزيد في عمر الست ويخلي ست ما يقول لك انا بدخن وابوه كان بيدخن وخلفنا بس ما كانش متوتر نفسيا وما كانش عنده ضغوط الحياه فالتدخين ما كانش فيه ثورتين بالظبط كويس. التدخين يؤدي الى زياده في انقباض الشعب وخصوصا الشعب الكبيره بتاعه الجسم وزياده في انقباض شرايين القلب فله علاقه مباشره بزياده ضغط الدم ودايما المريض اللي عنده ضغط دم ويقلع التدخين بيلاحظ ان هو ضغط الدم عنده بقى سهل جدا السيطره عليه. نعم. خلينا نقول ان ازاي نقلع التدخين. مجرد ان انت سالت ان انا ازاي اقلع عن التدخين احنا بنعتبرها ان دي اول خطوه ان انت ان شاء الله اقلعت لان اول خطوه في الاقلاع عن التدخين هو الاراده ان يبقى عندك اراده ان انت تقلع عن التدخين. طب ازاي يقلع بقى؟ اذا كانت عندك الاراده ان تقلع عن التدخين ومش قادر لان هي تبقى عملت اراده لان خلينا نتكلم ان التدخين ادمان كنا زمان بنقول عليها عاده لا دلوقتي اصبحنا معترفين ان التدخين هو نوع من انواع الادمان. يا اما بنديك ماده اللي هي ماده النيكوتين لان زي ما احنا كنا بنقول ان السيجاره فيها 3400 مكون الماده اللي تسبب الادمان في السيجاره هي النيكوتين. لكن النيكوتين ملوش مشاكل صحيه زي الطار زي المكونات الاخرى. نعم. فبندي النيكوتين بجرعات عاليه وبنبدا نسحبها الجرعات دي بيحددها عدد السجائر اللي المدخن بياخدها يبقى لازم يروح تحت اشراف طب كده طبعا في مراكز متخصصه لاقلاع التدخين دلوقتي. طب بالمناسبه وقبل معلش الساده المشاهدين التليفونات معايا زكريا وام احمد بس عايز اقول لك السيجاره اللي ماشيه دي اللي هي مش عارف الكترونيه السيجاره الالكترونيه السيجاره الالكترونيه العالم في ظهرت في فتره وكل المجلات العلميه بدات تريكومنت يعني تقول ايوه استخدمها لان هي تساعد على اقلاع التدخين. طيب لو واحد ماشي في الشارع كده وماشي مصوره دلوقتي احنا في ترانزيشنال او في فتره ان هو الكلام عليها في تحفظ لسه ما اتعملتش الدراسات اللي ليها تاثير سلبي على الصحه ولا لا لكن تساعد على الاقلاع تساعد على اقلاع الناس كتير قوي. يعني نقول للناس خدوها ولا ما تاخدوهاش؟ قولا واحدا قولا واحدا المدخن ومش قادر يبطل اذا كان هي دي وسيله انها هيخليه يبطل يستخدمها هو كده كده رايح فيجرب دي. طيب زكريا من القاهره وبعدين ام احمد تليفون يا شباب زكريا. طيب ام احمد الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حضرتك انا بعاني من الكحه بقالي داخله في السنتين اهوت وضغط على كل الدكاتره تقول لي انت عندي كرابو والناس تقول لي عندك حساسيه في الشعب الهوائيه وناس تقول عندك تعب في الحنجره وما زلت لحد دلوقتي عندي كحه جامده ما بنامش منها يعني ما بنامش غير ان انا كل ما حد مثلا يبقى عنده برد انا برضو تعادة نفس الحكايه وحتى لو خفيت شويه من الكحه ترجع لي نفس الحكايه بس ازيد كمان من الاول. ايه اللي مع الكحه يا ام احمد؟ يعني في بلغم ولا ما فيش؟ لا يعني هو البلغم ما بيجيش الا اذا كان عندي برد بس لكن في الايام العاديه هي الكحه ناشفه يعني كانها جايه من الحنجره نفسها. هل في ضيق في التنفس يا ام احمد؟ في نهجان او ضيق في التنفس او كرشه نفس؟ اه لا نهجان وضيق الناس يعني كتير قوي يعني ده انا لو طلعت مثلا من الحمام للاوضه في الناحيه الثانيه بنهج جامد حتى لو طلعت في السلم وانا في الدور الاول بنهج برضه. الكحه اكتر يعني الصبح ولا بالليل؟ الكحه اكتر الصبح ولا بالليل يا ام احمد؟ لا في كل الاوقات يعني. ممكن تقلي لك نومك؟ يومي هو عادي يعني انا بنام مثلا على بعد الفجر واقوم الظهر كده بس هو طبيعي نومي متقطع بسبب الكحه. تمام. طبعا انت يا ام احمد بتدي اعراض حساسيه لكن بالنسبه لحالتك يا ام احمد لازم تعملي حاجتين. لازم تعملي حاجه اسمها وظائف تنفس واشعه الصدر. انا عملتها فعلا عملتها وطلعت سليمه عادي يعني لما بروح للدكتور ويعملها لي كل مره بتطلع سليمه. وعملت تحليل بلغم وعملت تحليل كتير قوي. يبقى لازم تعرض نفسك على استشاري يا ام احمد وتشوف حاجتين لان خلينا نقول على حاجه مركز الكحه موجود في كل الجسم. يعني موجود في الغشاء اللي بيحيط المخ موجود في الغشاء اللي بيحيط القلب موجود في الانف ففي كل في امراض كتير جدا بتنشط الكحه لكن عشان نقول الكحه دي سبب ايه لازم ندور على الاعراض المصاحبه ليها. يبقى تروح فين؟ تروح لاستشاري صدري يعمل لها وظيفه تنفس ما قبل وبعد موسعات الشعب. عشان نتاكد ان عندها حساسيه ولا لا. آية من الغربية؟ آية. يا آية. قربنا نقفل الدكان يا آية. طيب. دكتور حسام نرجع لفكرة الإقلاع عن التدخين.
السيجارة الإلكترونية دي انت بترى طالما لسه ما تقلش عليها كلام سلبي كتير يبقى اللي عايز يقلع عليها يجرب يعني، لان احنا بنقول ان التدخين له اثار شديدة على الصحة، فاي حاجة هتخلينا نقلع على شرط، ما هو اللي مش هيستخدمها هيستخدمها ان هي دي بديل. السيجارة الإلكترونية هي وسيلة للإقلاع عن التدخين، مش بنبدل السيجارة العادية بسيجارة إلكترونية، احنا بنستخدمها لفترة معينة عشان اقدر اكسر بيها العادة اللي موجود عندي وتأثير الأنسجة على النيكوتين على الأنسجة. قدرت اوصل بمرحلة دي ان انا داخل بمقتنع ان انا استخدم السيجارة الإلكترونية لمدة شهر او اتنين عشان اقلع عن التدخين، لكن لو انا استخدمها كبديل ما ينفعش، الاتنين ليهم مضار. طيب فيما يتعلق بقى بالمذاقات اللي بيعملوها دلوقتي على الشيشه، شيشه تفاح، شيشه مش عارف موز وكانتالوب، الدنيا راعه فين بالمذاقات؟ خلينا نقول ان عشان اضيف الاطعمه دي بضيف ماده الجليسين، وبالتالي ان ليها تاثير على انسجه الرئه. يعني هو لما تفكر عمال تشرب شيشه تفاح وشيشه كانتالوب وفيها شباب اللي بيشيشوا، انا ما بشيش، ده كده الدنيا بايظه يعني. اكيد بايظه. ما ينفعش. لا يجوز. دكتور الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود، انا بشكر حضرتك. انا بشكرك كتير جدا، ويعني انا بستغل الفرصه دي ووجودي في قناه سي بي سي ان انا يعني من 5 حالات اسبوعيا ينوروني في مكان تواجدي في عيادتي كويس او المراكز اللي احنا موجودين فيها، بس يعني يكون معاهم جواب من قناه سي بي سي، واحنا يعني شرفنا ان احنا عليكم. الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود مشكورا، بيقولوا ان هو على اتم استعداد لعلاج 5 حالات اسبوعية لبرنامج مساء الخير، بس انه مفروض مجانا بدون فلوس وبشرط ان يكون معهم جواب مختوم من سي بي سي. انا طبعا بشكره على يعني على هذا يعني العرض الطيب منه. فقط حضراتكم تواصلوا بينا، كلمونا على تليفون البرنامج، ابعتوا رسالة على 9 11 70، خشوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير، وهنتواصل معكم ونديكم هذا الخطاب للأستاذ الدكتور حسام حسني مسعود، أستاذ أمراض حساسية الصدر بطب قصر العيني. بشكر حضرتك. شكرا محمد، أسعدني بيك. بكرة حلقة مميزة جدا بإذن الله، اوعوا تنسوها. دكتور أشرف العرب وزير التخطيط في حوار خاص لمساء الخير عن كل ما يتعلق بمحور قناة السويس لكل شباب مصر، سواء اللي عايز يشتري سهم أو يشتغل في محور قناة السويس. بكرة أشرف العرب هيقول لك تعمل كده إيه، وبكرة هيشرفنا في الفقرة الطبية الأستاذ الدكتور هاني الناصر. انتظرونا، صباح الخير. Thank you.